جملة مستحيل تقولها في برويتة مروب. نحبها سينيانت بربي. بوم اخزر عويمين اخرين تولي تنجم تقول والله قاعد يغلى برشا المراوب خلطت يا زين كيف توا تفسر كنت عندي هكاك احمد العجيمي جمله مستحيل تقولها في برويته المراوب سيد احمد سيد خيدي ليسياز شكون مولاها يخليش ديما تنجح يا اخي سيد احمد هذايا سيد خيدي الفيديو قديمه برشا وانت عرضي تضحك اخي عامل استاذ ملايين راه الفيديو دونك ديما تضحك فوالا ياسمين حداد شنو هو جمله مستحيل تقولها في برويته المراوب ياسمين هذاك دواد الحب هذيك اجابه انا عرفش نعرفش لاباري ولا ياسمين اللي جاوب ياسمين ما عندهاش إجابة ما عندهاش إجابة خاطرها ما تسلم عمرها ما وقفت في برويت المراوب ما تقفت في برويت المراوب صحيت ولا ما نحملش العظم شو عملت العظم عندي حساسية عندك فوبيا العظم أما العياري فيه زاد الكسكروتين من كجد العياري أوكي عندك فوبيا العياري نور السعيدي جملة مستحيل تقولها الواحد يحب منك فلوس يسالك فلوس نور مستحيل تقول له مرشني راك بالمساجات راه كي ماكش تاخذهم كاملين باش تقسم انت والرابح فما عليه جربي قال جمله مستحيل تقولها في برويته نتاع مراوب اوميغا 3 بلي هذا عرفت شكون عليه عرفت شكون تقسم اللي قدام برويته المراوب اللي باش تقول اوميغا 3 هذا احمد العجيمة هو جمله مستحيل تقولها الواحد يحب منك فلوس هاي تفضل هو فلوسك يا سيد احمد يا خويا القلبه ولا ودي كرونيكور شنو هو انا عارف شكل فهمتني شنو هو زبورنا فانس خاطر مستنسين ماني والله ذكرت على فازت اوميغا 3 مشيت انا وطفله مره باش ناخذ كسكروت حلو وخاطر نحب نجرب كسكروت حلو وقفت قدامه قالت له بربي فما تختين ما فهمهاش جمله والله قال بسويقه راه نحكي لك ما فهمهاش جمله شنو هي تختين قال اسمه كسكروت حلو فوالا اما ترتين بيش خاطر ما تجيش وحدها ليه على الاسم نحكي لك الاسم ما يقولوش ترتين في 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 حانوت عربي كيما تاع ترتين زبده وشمية فهمت نور انا فهمتك انت فهمتني بيان سور نور سعيد معناها طلب عمره ما كان ترتين وكا هو ما فهمش ترتين حاجه تختين يا سيدي ما هو ما لا قول لي نقفوا اي سعد الوظائف غرق غرق انا حبيت نمنعه يا اخي حبيت خلي خشبيني نبدا واحد ندخل في الطبع افري داي سيد احمد حاجه غريبه ياسر الوضعيه المواليه نو نو جمله نحب ترتين مش ترتين يا زين قلت لي باش تقعد عام لاباري تربي ياسمين حداد جمله مستحيل تقولها الواحد يحب منك فلوس ياسمين والله البارح عديت سيجور يفطق في حمامات صحيح يحسبها معاك شنو اللي عندهم فلوس يا اخي اللي تبدا تسالهم ريت خاطر فلوسك اسمعني فما جمله اخرى تبدا مسلف شخص يبدا هو مسلف الشخص الاخر 20 دينار ويبدا قاعد في القهوه يقول له اوكي حوس في حمامات ويصرف وقاعد يعيش بفلوسي كي تسمع بفلوسي المونتون صحيح ما قلش من خمسه فوالا تقول فما فلوس وبدا معناها سلف باتت على الحكايه فما حتى 30 دينار نور السعيدي جمله مستحيل تسمعها في الفيرست كلاس ملت مرميت في الصف هذا بركونت تنجم تسمعها في مانيش باش نقول نتاعنا لغزله سيد احمد العجيمه هو جمله مستحيل تسمعها في الفيرست كلاس سيد احمد وانت ديما تسافر فيرست كلاس اي برا ليله ولا مزود خدام ارقص يا زينه الايام برا اي برا ارقص يا زينه الايام مستحيل تسمعها حتى الغنيه مستحيل يقول كلمه هذه مشاكه ارقص اركز يا زينه لقدام بالحق معناها نور السعيدي بون ظاهر مستنس بالفيرست كلاس جمله مستحيل تسمعها في الفيرست كلاس يا شيفور يا تراس زيد 10 في الفيتيس فما اغيتي لافيون تعرفوا الباقي احمد العجيمي يحصل الفيرست كلاس في بالك انا حسب رايي فما يحسهم جماعه الفيرست كلاس ما فماش واحد في الفيرست كلاس عنده فليجه كبيره جماعة فريجيت الصغار والفوياج دافير خاطر شي خدوا نهارين دو مزروبين فيرست كلاس وتلمون صغيرة مش يتحط فيها يا أخي فليجة ذيك يقولوا هذي يتحط فيها بيسي ذيك جنرالمون كونتراتوات نور سعيد بيسي ولا ما أظن
أو ملفات مهمة. أنا ديما بيسي وراق. أنت تسافر هكاك مش تخدم تابلات أنت؟ لا عندي بيسي فيه برشا خاطر ميموار فهمت كارت ميموار نتاعي اني اغرق 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 والله لازمنا اني اغرق برهان والله غدوة السيد احمد العجيني انا ماذا بي تحطوا لماذا نحن هنا سؤال صعب يتسألوا فيه الثقافات كل يوم لماذا نحن هنا لماذا انفلت هنا والله يلا الوضعية الاخيرة في المستحيلات نور السعيدي ياسمين فيرست كلاس ولا ليه باه اوكي ياسمين حدد ياسمين انا لين مزيه والله سمينا قاعده في بلاصتي ما قلت حتى قلت لي حاجه بكري في البوز ميسالش عاودوا للمستمعين بعد ما نقترح الوضعية ياسمين حدد جمله مستحيل تسمعها في الفيرست كلاس ربي عندكم ترتين سيد احمد اسمعنا عرش يا سيد احمد والله يا سيد احمد التعامل معك كضحكه سيد احمد ميسالش صغيره أخنا صغيرة ياسمين صفيح ميد اوكي اشهار سامحني صفيح صفيح ميد تحب تعمل تحية الرجلة وتقوله نحبك برش سينو بقية المساج ما نجمش نكملو ميسيرش على خاطر فيه طريقة اشهار انديريكت ان شاء الله ربي يوفقه وربي يجيب لكم القسم محليك صفيح سعيد انتي وزوجك ان شاء الله ربي يهنيكم وكل عام وكل عام وزوجك هو حي بألف خير ان شاء الله نور السعيدي اي واش جملة مستحيل يقولها واحد وارث برشا فلوس اي بابا خلي لي فلوس مديش من الصفر هاي حكينا مرة في الموضوع هذا نحب نعاود نحب ديما نحكي في الموضوع هذا أحمد العجيمة هو بما أنك وارث برشا فلوس سيد أحمد وشكون قال لك وشكون قال لي ما تعرفش أحمد العجيمي جملة مستحيل يقولها واحد وارث برشا فلوس عاش مكسب مات ما خلى علاش ديما نقولها نحن الفقراء سيد احمد جيلي عاش مكسب مات ما خلى علاش ديما عندنا نحن الجمل هذو علاش احرج بك جمعتنا ولا ريت كي تحت في البيج دونك وارث سيد احمد الحمد لله نعم بالله سيد احمد قداش فما من هنشير ان شاء الله ما نجمش نحكي حاجه تذوم بالستره 8 هناشر فما الزيتون سيد احمد فما الزيتون وفما العنب لعنب ورانب صحة وفرحة يا سيد أحمد.